وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ما من مكلوم يعني مجروح، والكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح، وإذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، وإذا لم يقتل لكنه جرح في سبيل الله فإن جرحه وما يخرج منه من الدم، فإن هذا الدم يكون أثرا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة يثعب دما كصورته يوم يجرح في الجهاد، يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ريح المسك. فهذا يدل على أن المجاهد إن قتل فهو شهيد، وإن جرح فإن جرحه يكون له سمة وعلامة يوم القيامة، يتميز بها على الناس، ويشم الناس منه رائحة المسك. وهذا فيه دليل على أن الآثار، وإن كانت الآثار التي تنشأ عن العبادة، وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله. ولهذا جاء أن خلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كان الناس يكرهون رائحة فمه لأن معدته خالية يخرج منها أبخرة فيها رائحة لا يحبها الناس، ولكن الله يحبها لأنها ناشئة عن طاعة الله. كذلك الدم الناس يستقذرون الدم، لكنه محبوب عند الله لأنه ناشئ عن طاعته سبحانه وتعالى، ناشئ عن طاعة الله. وكذلك غبار المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة ذريرة لأهل الجنة يتطيبون به، يتطيبون بغبار المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالآثار الناشئة عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل ما يصيب الإنسان، فضل ما يصيب الإنسان. الإنسان في الجهاد إما أن يقتل، وإما أن يجرح، وإما أن يرجع سالما، وكل منهم له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أصيب المجاهد في المعركة ثم نقل للعلاج وبعد يوم أو يومين توفي، فهل يكون شهيدا؟ لا، الشهيد هو من مات في المعركة، أما إذا نقل ومات خارج المعركة فهذا لا يعتبر من الشهداء. نعم، لكن ربما يعتبر أنه مات في سبيل الله، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا مات خارج المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة الجنازة، خلاف الذي يقتل في المعركة فهذا لا يغسل ويكفن في أثوابه ولا يصلى عليه لأنه شهيد عند الله عز وجل، فيختلف هذا عن هذا في الأحكام. نعم.